عسلامة ومرحبا بكم على قناة التاسعة في برنامج إيكونوف. اليوم برنامج دولته برشا وسائل إعلام، مواطنين وعائلات قاعدة تحكي عليه. الفصل 411، فصل 411 اليوم باش نتناولوه باش نداولوا فيه في البلاتو هذايا بطريقة علمية. نبعدوا شوية على الشعبوية ونبعدوا على العاطفة باش نشوفوا شنو هو صالح المواطن مباشرة، شنو اللي مربوط في السجن ولا اللي باش يسيب شيء غدوة ولا باش يكونوا معناها بعقلانية. نحكيوا في الموضوع هذا بعيد على كل كيف زاد، نحكيوا على المنظومة البنكية، على الإقصاء المالي وعلى البنك البريدي زادة. وهذاك علاش وجهنا الدعوة السيد عصام شوشان رئيس اللجنة المالية بمجلس نواب الشعب. مرحبا سي عصام. شكرا، مرحبا بك خويا نشأت، ومرحبا بكافة المشاهدي برنامج الاقتصادي اللي تبعوا فيها احنا الناس الكل وبرنامج إيكونوف. شكرا، مرحبا بك. بجنبه سي نزار صديق عضو مجلس النواب زادة، اعطينا شنو هو اللجنة نتاعك والكتلة والكل. شكرا ساعة الاستضافة. نزار صديق عضو مجلس نواب عن دائرة نفطة حزوة من ولاية توزر، كتلة صوت الجمهورية، عضو في لجنة التربية. مرحبا بك سيدي. الله يخليك، شكرا. وانت اللي عملت المبادره، كنت معناها بون معك جماعه اخرين نواب اخرين، مبادره نتاع العفو على الشيكات. صحيح. شو اسمها هي المبادره؟ مبادره عفو عام على اصحاب الشيكات بدون رصيد. باهي، مو على خاطر نشوف 411 ونشوف المبادره تاع النواب شنو هي، نحكيو فيهم زوز. بحذايا اليوم في غياب سي شكيب المصطفى، ولكن انديبوندمون سي شكيب المصطفى كانت باش تحضر معنا من الاول زادا، مدام بوثينه رقايق استاذ تعليم عالي وعميد كليه جندوبه. قدم لنا روحك مدام. شكرا سيدي، شكرا على الاستضافه. وانت قلت باش نطرحوا كل المواضيع بصفه علميه وان شاء الله نعطيوا الاضافه. انا الاستاذه بوثينه رقايق، استاذ تعليم عالي اختصاص ماليه وعميدة كلية العلوم القانونية الاقتصادية والتصرف بجندوبة. ما شاء الله، معناها اليوم يظل تنجم تفيدنا بالقدية في الموضوع هذا. إن شاء الله. سي عنيب الصالح، مرحبا بك. عايشك وبيك. غني على التعريف معناها مش لازم. لا لا لا، عايشك بارك الله فيك. نمشيو مباشرة لوين المشكل. باش نبدا معك سي عصام شوشان. عندك مبادرة جات من عند زملائك في 411. صحيح. وعندك رئيس جمهورية زاد قدم بعث لكم مبادرة في تنقيح الفصل 411. شنو الوضعية في المجلس توا؟ شوف والله هو ال 411 هي صحيح هو موضوع من نهار اللي احنا دخلنا المجلس، اكثر موضوع اللي تطرح في المجلس هو ال 411 نظرا للوضعيات الاجتماعية والاقتصادية اللي قاعدين يعيشوا فيها الشعب. موضوع 411 كانت مبادرة من السادة النواب، وبعد جاتنا مبادرة من رئاسة الحكومة اللي هي تو بسدد الدار الصلب اللجنة. رئاسة الحكومة ولا رئاسة الجمهورية؟ الزوز. باهي. اللي هي تو في صلب اللجنة في النقاش. وتعرف معناها سادة الدولة وعديد وسائل الإعلام موضوع 411. لكن خلينا نرجعوا احنا لتالي شوية نحكيوا على 411. الناس والمشاهد واللي هم متضررين من 411 شنو مشاو أكثر حاجة؟ مشاو إلغاء العقوبة السجنية. شو قال هذه؟ هاك الناس اللي على الاقل نحكي عن الناس اللي اتصلت بينا احنا كنواب. بناء على ماذا؟ هو شنو على خاطر ها مش فاهمك، بناء على ماذا؟ خاطر الناس هذه اللي هي متضرره بال 411 هو شكون فيه؟ فيه ثلاثه اطراف، فيه الدائن والمدين والقطاع البنكي، هذوما ثلاثه اطراف. اللي جاوا تقدمونا بالشكايه كمجلس نواب شعب. سامحني فما 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 واحد اخر نسيتو. اللي هو الدوله. الدوله تو نحكي خاطر ما تاخذ زاد هي بايها. نحكيه على الاقل احنا في الجانب التشريعي اللي اتصلوا بينا. باهي. اللي جونا للمجلس النواب اللي احنا ساده النواب اللي المواطنين اللي اتصلوا بينا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالهاتف سواء على وسائل الاعلام اللي نطلبوا من الساده النواب ان يشوفوا لنا حل في 411. اللي خرجت المعلومه للساده الناس متضررين 411 هو الغاء العقوبه السجنيه. هيك اكثر حاجه اللي الناس كانت تستنى فيها. كان نرجعوا احنا على 411 شنو نلقاو فيه؟ الداء والمدين والقطاع البنكي. وعندنا شخص ما اللي هو مرمي في الحبس. عندنا شخص اللي هو في الحلقة هذوما ثلاثة اللي هو مرمي في السجن. وشخص ما خذاش فلوسه زادة. أي خلينا نحكيو على الأقل على الشخص وبعديك نتعديو على الزوز، خاطر احنا ما هو برنامج اقتصادي باش نحلوا الوضعية بدون أي شعبوية ونعطيو الحقيقة. غير شعبوية باش نحكيو بأمور تقنية. الشخص المرمي في الحبس اللي هو المدين. جاتنا وزارة العدل في يوم دراسي برلماني وقالت الشخص هذا يتكلف على الدولة 12,000 دينار. في العام. في العام. معناها الشيء الشخص اللي هو مرمي في السجن يتكلف على الدولة 12,000 دينار في العام، معناها حط لهنا ثم ميزانية الدولة قاعدة تصرف على السيد المرمي في الحبس.
السيد الدائن وقت المدين في الحبس هو مش يخلص. البنكة زاد كيف كيف. معناها السيركل هيك الكل ما فيها حتى حد متفق. البنكة خارجة من اللعب، خذيت بايها. باك خذيت بايع سي نورمال، خاطر اذا كان السيد المرمي في الحبس واللي هو كان صاحب شركه واللي هو تعرض العديد من الصعوبات، ونحكيوا على الكوفيد 19 ونحكيوا على الصعوبات الماليه والاقتصاديه اللي هزاته باش يدخل الحبس، رانا ما نحكيوش على ليزيكسيبسيون اللي هما الناس من الاول دخلت في الشيك بسوء نيه، هيك ما نحكيوش عليها، وهيك انا معاها في العقوبه السجنيه. اما نحكي على الناس اللي هي بدات استعملت الشيك هذا في مبادره طيبه باش تعمل مشروع باش تعمل باش تحسن من وضعيتها الاقتصاديه والاجتماعيه، لقات روحها في ديفيكولتي دو بيمو في معناها عدم خلاص، لقات روحها مرميه في الحبس. عندك عباد خارج الحدود، عندك عباد اللي هي مرميه في السجن وتوفاوا اقاربها وما خرجتش حتى باش تحضر على اقرب الناس ليها ابوه واخوه، عندك ناس اللي هي قالت لك انا كان نخرج توا من السجن راني مستعد باش نحاول نطور من روحي ونحاول نعمل ديماراج ونحاول باش نخلص، ثم ناس قالت لك نخرج من السجن ونمشي في الخلاص. هذه هي الوضعيه كامله معناها. وال411 خاطر ال411 مش فصل وحيد، في جرته العديد من الفصول في المجال التجاري، علاش احنا ركزنا على 411؟ في جرته العديد من الفصول 378 وال410 والى غير ذلك. المواطن شنو اللي في اللاوعي بتاعه؟ انه يلزم نقضيو على العقوبه السجنيه. لهنا الداء يقول لك عندي حق. عندي حق. اخي زاد انا فلوسي تمشي عليه. لكن الكيستيون كي سوبوز. وقت السيد مرمي في السجن شنو الحل؟ حتى حد ما خذا حد شيء. هذا من الجانب على الاقل اللي نعيشوا فيه احنا تو. فيما يتعلق بالمبادره اللي جاتنا احنا 411 واللي اول مره باش نحكي فيها. اللي هما مرميين في الحبس قداش قرابه؟ قرابه 1% من اللي استعملوا في الشيك. معناها المبادره 456 ذول حسب وزاره 456 اي تو 26 زميلي يعطينا التفاصيل. معناها القانون اللي جانا 411 اللي هو صلب لجنه التشريع العام، معناها انت سلمت في المجتمع في 99% من الناس اللي تستعمل في الشيك وعملت قانون اللي هو على مقاس ال 1%. معناها لهنا وانت تاخذ الوضع الاقتصادي اللي قاعدين نمروا به بلادنا وتاخذ اسكو، انا السؤال اللي حتى نطرحه اقتصاديا، هلا حمشينا في ال 411 يا اخي احنا معزولين على العالم، كيفاش قاعد يتقدم العالم؟ تاخذوا فرنسا تي 4% اللي يستعملوا في الشيك، تي فرنسا يعملوا في 4% اللي يستعملوا في الشيك. معناها احنا تو نقحوا 411 والعام الجاي لازم نقحوا فصل اخر باش نولوا معناها نتماشوا مع الاقتصاد الخارجي ونمشوا في ركب الدول المتقدمه. تي مو على الاقل المبادره كي تجي تنصف جميع الاطراف، هذا احنا اللي اجتمعناه في البرلمان. تبنينا مبادره اللي هي تنصف جميع الاطراف. هو مازال فيها تعديل بالكش هو فصل وحيد شنو في لا دبري تو الاخبار اللي وصلتني كونه باش لجنه باش تقف على الاستماعات. وفما تعديل اخر جاي من عند وزاره باش يدخل 410 وباش تدخل فيها البنوك وكذا. دونك كذا حسب هو صحيح. هو حتى في مؤخرا السيد رئيس الجمهوريه استدعى السيد وزير العدل في مراجعه ال 411. خلينا نمشيو لسينيزار. سينيزار اعطينا انت اكثر تو معطيات من داخل المجلس على الموضوع هذايا، وين وصل؟ يندرا وقف باش يبدلوه والا باش يخليوه والا شنو المعطيات اللي عندك على 411 تو؟ سامحني انت تعرف ملي طلعنا لمجلس النواب وتحملنا المسؤوليه أول أكثر موضوع وأول موضوع معناها بدينا بالاشتغال عليه رأي لجنة التشريع العام أكثر من 11 جلسة حول موضوع معناها الـ 411 مع أنه مشروع القانون ما زال جانا من وزارة العدل بدينا نشتغلوا عليه ما كانش عندنا مشروع قانون. عندك ملاحظة صفحة رئاسة الجمهورية وقت يبدأ فما 3000 كومنتير منهم 2000 على الـ 411 صحيح. حتى إذا كان استقبل رئيس الجمهورية سفير البحرين ولا وزير كذا ولا كاتب دولة تلقى ال 411 موجود. حتى في صفحة مجلس النواب زاحت ولا حتى في صفحة مجلس النواب وحتى عند زملاء النواب يهم المواطن التونسي بالدرجة الأولى. شيء طبيعي. بربي ثم رقم نحب نعلق عليه قبل ما ننسى الحقيقة هو ال 456 ولا 400 شو اللي تحكي عليهم وزيرة العدل. أنا وزيرة العدل نقول إذا كان هذا هو الرقم نتاع العباد اللي في الحبس و10000 شيك مش كل معناها في الحبس ديجا فيهم اللي في حالة إيقاف وفيهم اللي في الحبس مش لازم نقحوه القانون. مش لازم نقحوا القانون شنو 400 واش 29 معناها باش نقحوا عليهم 411 اذا كان هذا هو الرقم ما نقحوش القانون مش لازم ما ثم عندنا حتى مشكل معناها. والارقام الاخرى نتاع 7200 سجين والارقام المتضاربه مع الارقام هذه لا الارقام اللي صرحوا بها القضاة ماناش جايبينها راهو رام القضاة صرحوا بالارقام اللي عندهم. اثنين اكثر عباد تعاني في حجم الملفات هذا الموجود في القضاء التونسي هم القضاة
ما يساعدهمش بالمرة الكم الهائل من الملفات هذه الموجودة عندهم. سي نزار سيبوا معناها الدنيا كله ونبقوا نخدموا على القضية الشيكية. معناها تحب تحيي القانون اللي يقعد كما هو ما حداش ونكملوا لا إذا كان نحكي أنا نحاج في السيدة وزيرة العدل إذا كان موجود عندنا كرقم مضايا معناها مش علاش نقعوا فيه؟ وين المشكل معناها بالضبط؟ وين المشكل بالضبط؟ تو عدد ضئي ولا تحكي لي معناها حتى الأطراف البنكية هم جوا بحذانا معناها علاش يحكي لك؟ يحكي لك على 0.5 برك الشكاية تراجع. عباد تحكي في الأرقام، الأرقام هذه راهو لكن ترجموها راهي آلاف العباد عندها قضايا، آلاف العباد في السجون، آلاف العباد اللي خرجت خارج حدود الوطن. يا أخي العباد هذه نحسبوا فيها معناها أرقام مجرد أرقام، راهو كي نقولوا 3000 راهو معناها 3000 مش شخص، 3000 مؤسسة و3000 عائلة. والعائلات هذه شوف قديش عباد معناها تعاني من وراها، واللي يخرج لبرا راهو مخلي وراها عائله. وكي نحكوا على الانسان هذايا معناها اللي يعاني في الشيكات معناها راهو مؤسسه وراهو شركه وراهي خدامه وراهي عائله وراهو امه وراهو ابوه وراهو ناس وراهو دولاب وثم ناس تخدم من وراها. وين وصلت توا؟ بالنسبه لتوا بعد ما حطينا المبادره نتاع العفو العام على اصحاب الشيكات بدون رصيد وعلاش حطيناها نتاعكم انتوما علاش حطيناها المبادره توضحناش فيها عطينا هكا فيها ثلاثه فصول فيها الغاء للعقوبه السجنيه في الفصل الاول ينتفع به كل من اصدر شيكا بدون رصيد او اعترض على خلاصه. ملاحظه بركه في الفصل هذايا رانا حددناها بالعباد اللي قبل 1 جان في 2024 على خاطر ما نجموش نعملوا عفو عام في المسيب تولي الناس كل تسيب في الشيكات وخذينا بعين الاعتبار الظروف اللي عشناها الناس كل تخرج من السجن تخرج من والبرا يدخل والبرا يرجعوا يخدموا في الفصل الثاني معناها تحويل العقوبه من جزائيه الى عقوبه مدنيه الى عقوبه مدنيه خاطر الحبس ما الناس راهي تحكي لي على المستفيد والله سامحوني اما كرهتها كلمه مستفيد خاطر ما ثمش مستفيد ما ثمش مستفيد هاو المستفيد المستفيد اذا كان مديت لك انا شيك مشيت جبد فلوسك انت استفدت من الشيك اذا كان انت ما خلصتش انت زاد متضر. نحن ثم حاجه ما نش فاهمينها الناس راهي سلسله مربوطه ببعضها راهي نفس الاشخاص هذه هو متضرر وهو مستفيد نقول احنا قدام وضعيه وقلت قداش المره انا راهو متضرر اول ومتضرر ثاني ومتضرر ثالث هذيك هي معناها كيفاش النقطه الثالثه النقطة الثالثة هم الفصل الأخير هو العباد المعنية بتطبيق الفصل هذا اللي هم وزارة العدل وزارة الداخلية وزارة هو ثلاثة فصول العفو العام ما يستحقش أكثر من ما سامحني إذا كان أنت توقسيت المستفيد إذا كان يخرجوا الناس الكل واللي برا يدخلوا كل واللي أعطاه اللي خذاه الشيك وما خذاش فلوس شنو هو مصيره يمشي يشكي يمشي يشكي بالسيد اللي خذا من عنده شيك مش معقول زادة يبقى رفع الدعوة آلية ماهوش معقول تجار العباد راهي تتفاهم مع بعضها وثم اليات اخرى احنا رانا صدقني قبل ما حطينا المبادره تاع العفو انا مشيت شفت الاردن شنو اللي صار نلقاهم عاملين عفو وبعد نقحوا المجله التجاريه فرنسا 90 و91 عملوا عفو ونقحوا المجله التجاريه معناها بريطانيا اللي خلقت الشيك توا الشيك ولا نتاع الدول المتخلفه عندها ولقيتوا تجاوب من وزاره العدل في الموضوع هذا ولا لا ما لقيناش تجاوب من وزاره العدل على خاطر وزارة العدل من عام ونص ولا من اللي بدت أشغال مجلس النواب هي باش تجيب لنا الفصل 411 في تنقيحات المجلة التجارية. راهو الغريب والعجيب أن كنا نحكوا وكانوا يحكوا معناها وزارة العدل وحتى معناها السيد الرئيس في البلاغات الصادرة كله في الاجتماعات نحكوا على تغيير المنظومة الشيكات. إيش معناها تغيير منظومة الشيكات؟ أنا نتذكر اجتماع في معالج التربية زميلي عصام يعرف معناها جو ممثلين عن وزارة الواحد يحكوا على تغيير 50 فصل في المجلة التجارية. يحكوا على تغيير 50 فصل يحكوا على تغيير منظومة كاملة وهذا معناه اللي خلانا نستنى قلنا معناها نستنوا على الأقل يجينا مشروع قانون ينظم يعاود يهيئ لنا منظومة الشيكات ويعاود معناها يلحقنا بالدول المتقدمة خاطر الموضوع هذا ولينا متأخرين في برشا ما رأنا إلا يجينا فصل وحيد هو الفصل 411 شنو الفصل 411 هو أصل وش فيه وشو تغير ما بين القديم وجديد شو تغير القديم فيه يعاقب بالسجن كل من أصدر شيكا بدون رصيد أو اعترض على خلاصه بمدة 5 سنوات وعقوبة مالية من 20% حتى 40% هذا شنو كان فيه بالنسبة للفصل هذا شنو فيه طيب معناه خفضنا العقوبة السجنية من 5 سنوات إلى 2 سنين زدنا فيه حاجة اللي هي زاد باش نعاقبه بسنتين كل من تسلم شيكا على وجه الضمان وما فهمتش علاش ما ذكرناش الشيك مؤجل الدفع واللي هنا النوايا تبان على خاطر المفروض على خاطر البنوك تعمل الاسكونت والفاكتورينغ هذاك علاش اللي هنا ما جبدناش على الشيك مؤجل الدفع فيه كذلك مثلا هذه يعاقب بخطيئه تساوي 40% معناها بالنسبه للبنوك سمحني فما الاسكونت في الشيك اي ثم البنوك تعمل اسكونت كيفاش البنوك تعمل اسكونت يا اخي البنوك تشري في الشيكات تشري في الشيكات وقتاش هذه معلومه مخطره هذه اي لا ماهوش مخ بالك السر لعل السر وماهوش الشيك البنك تصرف لك شيك قبل تصرف في الشيك
خاطر شوف ايش نقول لك تاخذ حسابها تاخذ نسبه لا ايش اكلمك انت ريت الشيك ما يهمنيش التاريخ صبيت لي شيك حتى كان تاريخ نتاعو 2025 البنك تاخذه وتعتمدوا له ما يهمش فيه دونك كيفاش تقول لي تام في الاسكونت البنك عندك فلوس تعديه له وعندك فلوس ترجعه له حتى كان التاريخ اللي مكتوب في الشيك بي معناها هذا اللي معمول به لا البنك تعمل الاسكونت البنك راهي تنجم تاخذ الشيك تاخذ بورسونتاج نتاعها وهي تحمل مسؤوليتها هي اللي تبع لا هذيك حاجه اخرى مش بنك ومش البنك برك البنك وشركات سامحني سي نزار هذيك ماهيش بنك هذيك مؤسسات مؤسسات هذيك ماهيش بنك مخاطر ما خلطوش ماشي لا كريونس تشريها وفما حساب تنقصوا وتحاول تعطي فلوس لا ماهيش بنك خاطر لا مخاطر كلام ما نديوش مش في بالي تعمل حتى البنك لا لا باكا ما تعملش ما تنجمش تعملوا باكا ما عندش بالقانون ما تنجمش تعمل تفضل ايه الحاجه الاخرى المثيره اللي فيه هو ان العباد اللي تحكمت باكثر من 20 سنه العباد اللي اكثر من تطيح العقوبه ل 10 سنوات ماكسيموم معناها ثم عباد باش تخرج من الحبس اللي عدى 10 سنين فما فوق وعنده احكام اكثر من 20 سنه باش يلقى روحه لبرا تقصد في حاجه في مخك ولا لا 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 خد كان تقصد قول لي لا اول حاجه نعطيك في معلومه شنو اللي ضم الوحده ضايع ما نجمش نقط حتى شيء معناها لا خاطر كي قلت لي هكا تقصد في حاجه لا ما يسالش قول لي كان لا انت تقصد مش ما يسالش قول لي انت كي تقول لي فسر لك نمشي معاك معناها نجم من واحد ما عندي مناك انا ما عندي مناك تفضل ما يسالش معناها اللي عدى فوق ال 10 سنين لازم يخرج على روحه والمحكوم اكثر من 20 سنه راهو الناس اللي احكامها اقل من 20 عام تو الناس اللي احكامها اقل يتم حط من مده العقوبه الى النصف معناها محكوم اقل من 10 سنين مثلا 15 عام يولي يشد 7 سنين ونص بركه ايوه يشد 5 سنين اللي فوق ال 20 سنه ماكسيموم 10 سنين 10 سنين واللي تحت ال 20 واللي تحت ال 20 العقوبه تولي للنصف حاجه اخرى فيه هي انها تقرر المحكمه في شانه العباد اللي باش تخرج هذه اللي باش تلقى روحها لبرا وجوبا تحجير السفر بدايه من تاريخ صدور القرار حتى لين يخلص حتى لين يخلص اللي كان مش موجود في القانون القديم اللي كان ماهوش موجود في القانون القديم ولا هنا ملاحظه ملاحظتين مش ملاحظه مثل شيء باش تعديو المدام ملاحظتين بركة بسرعه العباد هذيا انت اللي باش تخرج من الحبس وباش تحجر عليها السفر هي الاخرين علاش مخليهم سيبهم وكله حجر عليهم السفر هذه الحاجه الاولى النقطه الثانيه تحجير السفر مخالف للدستور مخالف للدستور معناها تحجير يتعاملوا به تو موجود تحجير السفر موجود ولكن مخالف واضح انا ما يخلصش في قانون تقول واثنين راهو نعطيك حاجه في العموم معناها أيوة. في العموم واخيرا معناها العباد هذه اذا كانت طالبها باش تسوي الوضعيه الماليه نتاعها وبعد معناها كشرط معناها باش يخرج من الحبس أيوة. باش يرجع لحياته الطبيعيه ماهوش باش ينجم ماهوش باش ينجم انت راهو وصلت تخلي الحبس الا ما دار باع رزقه كل وماليه باع ورزقهم الكل وما بقى في حد شيء ومن بعد دخل الحبس ومن بعد تقول له سوي وضعيتك وبعدين اخرج مارس حياتك الطبيعيه تي مستحيل هذا منين باش يخلص مدام رقاي تو سمعت سيد النواب اعطينا رايك تو ساعه في الموضوع وشو مش حلوله اعطينا تو المشكل وين وين يكمن احنا تو شفنا المقاربه التشريعيه شفنا خلصنا معناتها عملنا خلاصه الموضوع قبل تنقيح وبعد تنقيح مشروع تنقيح رامي 11 من المجازر التجاريه أنا المبدأ العام اللي هو لازم يكون موجود اللي هو لازم نكونوا متماشين مع الاتفاقات الدولية والمعاهدات الدولية اللي معناتها العقوبة السجنية معناتها السلبة للحرية من أجل معناتها التزامات تعاقدية لازم نحيوها هذا حاجة المبدأ معناها بالنسبة المبدأ العام أنا يظني في من أجل معناتها التزامات تعاقدية وإحنا لازموش يشد الحبس هذا المبدأ العام المبدأ الثاني اللي هو لازم هنا ضمان معناتها كل المتدخلين في العملية هذه دونك ضمان الساحب والمسحوب عليه معناتها نتاع الشيكات اللي قلت أنت الدائن والمدين وعندنا معناتها طرف اخر اللي هو مهم هو شركات البنوك معناتها السوسيتي هذما المصرفيه هما زاد عندهم دور كبير في العمليه هذه كما قلت انت راهم الاول هما خذوا بايهم كيلكو باغ كي يبعث لك بريافي كيلكو باغ كي بريافي هما خلصوا معناتها كيلكو باغ ويبعث لك عاد المنفذ احنا وتوا الحاجه المهمه اخرى الدوره الاقتصاديه احنا شكون باش ينتفع بواحد قاعد في الحبس لا فما حد ماذا بينا يخرج ويخلص مي اسكو هو ما وصل دخل الحبس الا استنفذ كل الامكانيات نتاعو
ومن جهه اخرى وحنا كما قلت انت راه وحنا ايكو سيستيم معناتها المدان واللي هو زاد معناتها خذا الشيك المدين معناتها هو بيدو حاجته مستفيد بيه مستفيد هو بيدو حاجته بيه حاجته بفلوس للسيوله نتاعو هو بيدو راه تحطو في الحبس ما يكون شيء تخلى زاد هو بيدو معناتها عنده مشاكل ماليه على خاطر ما دخلولوش الفلوس هذا دونك مقاربه لازمها تكون مقاربه شامله وهنا لازم نخمو في حاجه اللي المشكلة الكل هي مشكلة اللي الشاك في حد ذاته اللي هو فعوض يكون وسيلة معناتها خلاص حينية ولا تيقش عليها هو القانون هذا هو هذا هو اللي أنا اللي هو شاك راك تحط شاك حتى بعد شهر شهرين ثلاثة يدو ايت ريغلي فلوس وكل دونك هو تحول الشاك معناتها من وسيلة خلاص حينية إلى وسيلة تمويل والمشكله اللي الوسيله هذه كريدي ا كورتيرم كريدي ا كورتيرم وساعات غارانتي شيك دو غارانتي معناتها معناتها المخاطر وميم طون السيوله وميم طون معناتها كريدي دونك هذا هو المفهوم نتاع الشيك لازم يتبدل ولكن هذا هو مخالف القانون مخالف القانون دونك قاعدين يتعاملوا بالعباد ولكن مخالف القانون الاصلي سكوت في القانون حول شكون الناس كل يتعاملوا بالشيكات هذا دونك انا حبيت نقول المقاربه هذه تكون ماشي تكون مقاربه تشريعيه فقط لازم تكون مقاربه اقتصاديه ماليه وحتى ثقافيه معناتها واجتماعيه سورتو على خاطر احنا جبدنا العائلات هذيك تقول انت 300 كا شو قداش من جرته ولا 300 كا قداش من جرته من عائلات وقداش من جرته من 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 معناتها مؤسسات اخرى من ذره وخدامه شفنا مع جائحه كورونا اما حاجه اخرى مش نحطوا الناس الكل فرد خانه على خاطر بالحق جبدنا احنا الـ 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 الشركات والكوفيد ومش كوفيد بركه وحرب اوكرانيا والتضخم في الموارد الماتيغ بخوميير وذم الكل تعيش فيه تعيش فيه لي بي ديزيمون انتربريز ومازلنا باش ندخلوا في مشاكل اخرى نتاع السيوله دونك هنا الاشكاليه كيفاش نلقاو نضعوا حد معناتها اسكو هالتنقيح القانون هذا باش يحد من الظاهره هذه ولا لا وانا اذا مش معناتها مقاربه تشريعيه بركه لازم مقاربه وسي اجتماعيه وثقافيه باش نبدلوا هذه فكره الشاك هذه ونحطوا اليات لل قول ما نحكيوش على الحلول تو بعد على الحلول معناها انت حسب ما تو كنت تحكي لي ما يلزمش القانون هذا ما يلزمش يشوفوه جماعه دي جوريست كهو يلزم جماعه اقتصاد وماليه وجوريست وتقنيين وحتى رجال اعمال وكذا باش ما يتشاركوا مع بعضهم باش يخرجوا هذا رايك سي عدنان شوف الشيك شنو اذا خلينا نتفاهموا ساعه الشيك شنو واحنا ماناش بدعه في تونس وماذا بيا نخرجوا من منطقه انه تونس كل مره نخرجوا بطلعه بدعه ونقعدوا واحلين فيها قدام من عام. الشيك في العالم الاول مازال موجود، ما فماش بلاد في العالم ما عندهاش شيك وتخدم بالشيك. علاش؟ خاطر الشيك سيت ان مويان بايمون ايميديا، خلينا نرجعوا للاصل ماهوش الكمبياله. الكمبياله حاجه اخرى. حاجه اخرى. الترم هذاك. الترم لا والكمبياله راهو كيف في القانون راهو اصح من الشيك ساعات معناها كان تمشي تشكي تنجم تفلسك اكثر من جهودك. لكن الكمبياله عندها مشكله، سي الديلي دي بروسيدور نتاعها طويل. بما انه الاخر اداه خلاص حيني. دونك انت ما نقبلش عليك كمبياله خاطر تقول باش يخلص بعد ست اشهر كمبياله الشيك تقول باش يخلصك تو تويت ينجم يصبر عليك يقول لك ما نصبوش اليوم غدوه ثلاثة ايام دونك ولا عباره ظرفي تمويل ظرفي اما التمويل الظرفي بينك وبين السيد اللي يبيع لك السلعه سي ان كريدي فورنيسور هكا شويه سي ميم با ان كريدي فورنيسور سي ان كريدي افيك غارونتي سي ان بايمون ديفيري خلاص اما في عود نصبوا نهار جمعه تنصب معناها عباره قبلت باش عباره قبلت بعت لك سلعتي وقبلت باش يتخلصني نهار اثنين في عود تقعد ترجع لي انت نهار اثنين ونجيك مد لي الورقه تنصب وحدي ولا تعطيني غارونتي فهمتني باهي شوف ما نجموش في منظومه عالميه ماليه معتمده بدو سنوات كل شيء باش نجيو نكسروا حاجه على خاطر وحلنا في شنو ما اش معناها نكسروا حاجه؟ باش نجيو احنا قعدنا نقتلوا للشاك خاطر الشاك يدخل الحبس خاطر الشيك ما يخليكش تقدم خاطر الشيك ولا غارانتي خاطر الشيك فيه ناس تخدم فما ريسك ما يخلصش لا وفما ناس قلابه تخدم فيه وفما ريبا وكل شيء هذو سي لي كونسيكونس نتاع معنى هذه على طريقه استعمال الشيك احنا شمشينا خلينا هذا الكل مشينا للشيك هو بيدو معنى عباره كما نقول لك يتكثر من الدلاع راه كرشك توجك نحي الدلاع انت تنحي الدلاع علاش نحي الدلاع؟ الدلاع قلقك خاطر كثرت منه
معناها سوء استعمال الشيك هو اللي والمنظومه اللي دايره به ولا والنقاشات اللي موجوده تو مجلس النواب ابرمو على الشيك يولي الكتروني يولي درشوا بهذه سمعت حكايه الشيك الالكتروني هذه زاده بدعه تونسيه باش نطلعوا احنا بشيك الكتروني كان جا موجود شيك الكتروني راهو الامريكان والفرنسيس والروس وشنو عملوا كي تقول شيك الكتروني معناها كارت دو كريدي موجوده ديجا تو الكارت دو كريدي موجوده ولا ماهيش موجوده 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 اما تحكي معناها خاطر الشيك الالكتروني يقول لك شنو الشيك الالكتروني هو كارت الشيك الالكتروني راهو سامحني راهو وقت اللي نمد لك باش نعمر لك شيك ونمده لك راهي موجوده هذه ماهيش اي كيفاش اي كيفاش سنة خرجوا يفسر لها بالتليفون ابليكاسيون ما فيها حتى شيء ابليكاسيون تثبت انت متسلم الشيك اللي انا عندي فلوس ولا ما عندي ما عندكش الحق ما نسيفه تدخل الكونت بتاعي سامحني وتشوفه بلا سيفه تدخل الكونت بتاعي ايش فيه وش ما فيه لا نمكنك من شكون باش تدخل اللي باش يسلم الشيك على خاطر مش نقول لك حاجه لا ما نجمش يكون ما عندكش الحق تدخل الكونت بتاعي ما فيه نجم تقرر هي باش تخلص ورك بار ديبي البنك تنجم تقول عندك علاقات كوميرسيال معاها صحيح. وعندك دي بيان كونتو تونسي معناها هو عنده ديكوفير انا تلقى عندي عندي مليون في الروش كيفاش وانا عندي ديكوفير ب 5 ملايين هو البنك سامحني سامحني سعدان وانا اعطيتك شيك بمليون والبنك تنجم تخلص منين تعرف اللي انت علاقتي مع البنك شنو هي ديكوفير شنو شوف فما حلول الحلول موجوده اما تو نحكي فيها من بعد موجود بيه. شوف اذا كنت تحب نحلوا الشيك لازم يتلموا وتور الطاولة فما شكون من الأطراف فما برشا أطراف معنيين بالشيك أربعة أنا حسبت أكثر شوي عندك إلا أعطى الشيك عنده فلوس ما عندوش فلوس وأعطى الشيك علاش خاطر يخدم على الروح جات كريز ما خلصوهولوش ولا واحد ما خلصوش تكون عملية ظرفية كي تدخلوا أنت الحبس أو توقفوا غير تولي عملية ما عادش ظرفية تولي سيستيميك يتيح في وقتها شيك ياخذ شيك ياخذ شيك اللي كانوا نورمالمون كانوا نجموا يخلصوا شكون معني؟ معني السيد اللي شنو هو ذنبه انه ما يخلصش في فلوس انت ما خلصتوش نجم تبركوا تفلسوا خاطر انت ما خلصتش دونك هو بالضرر عندك الطرف الثالث اللي هو باش نقول لكم بالنسبه للبنك اخر طرف فما الطرف الثالث اللي هو اليوم سامحني معناها زوز من الناس واحد خلص ما خلصش الاخر دخل الحبس يعني انسان في وضعيه ماساويه فما واحد يجي خاطيه ما تروح يجي يقول لك تعال كيفاش يربح في العمليه اللي هي الدوله جي تاخذ 20% و30% شنو دخلك بينات هو في الحبس ومزمر عليه ومش باش يخلص 100000 وانت تقول له لا حتى كي تخلص 100000 ما ياخذش فلوسه ويخرج في الحبس سن لا حتى كي تخلص 100000 تقعد في الحبس لازم تعطيني 20 ما ياخذ باي في بؤس الناس الور كو نورمالمون الدوله تعاون مش تصعب احنا في المنظومه هذه سهل هذا طرف عندك طرف اخر اللي هي المنظومه القانونيه والمحامين والوعود والمنفذين اللي هو كل واحد ياخذ بايو فيك معناها تو عركه ما بين زوج الناس تلقى 20 من واحد ماخذين باي في الحكايه يكمل على الاقل احكي لي على البنوك معنا. هاني جاك البنوك فاش البنوك تحب اقول لك البنوك خرج من الطرحه بارتي دو مومون الى غوشت الشيك قال لك انا ما عادش نخلص وخذي تو نحبوا احنا بالسيف ندخلوا البنك قال شو انت تشكي لي بالعكس ما يقلقنيش يشكي لي الاخر يشكي بيك شو ولا تكم بيالا شوف اذا كان نحبوا نحلوا المنظومه ونحبوا احنا شو نحبوا؟ نحبوا اخر ما تعرفش الحكايه انه السيد اللي باش يخلص خذا فلوسه السيد اللي اعطاه الشيك لازم يخلص الهدف نتاعنا هذا هذا مشي على خاطر اقتصاديا شو يصير عندك ريت لا ماس دي كريونس كلاسي الكل ما عادش كلاسي يرجعوا خاطر البنك تاعش تعمل البروفيزيون اوتوماتيكمون تغطي وتغطي منين من المرابيح وتغطي من الواحد تولي تغلي الفايده عندها تداعيات اخرى عندها تداعيات انه الفايده تزيد برشا حاجات تزادوا لي مارج يتزادوا علاش على خاطر الكريونس كلاسي مالغازمون غالطه لو ريسك يتزاد انت كنت لابس عليك في جور تشيك نجم شريكتك تمحق وريسك نتاعك كلاس شوف اذا كنت تحب تحل هذه كل واحد علاش المقاربه اليوم حسب رايي علاش ما تحلتش خاطر قاعدين كل واحد كل طرف قاعد يخزر من جهته هو وشادد في حقوقه هو وشادد ما يحبش يتنازل على الطرف نتاعو بما فيهم الدوله دوك ما تمش تحلها هكا التداعيات نتاعها شنو 400 واش في الحبس قداش من مؤسسه كما قلت انت قداش من خدامه اما قل لي قداش هربوا لبرا وبسسات برك بوتيت 400 ولا 500 قداش من واحد لا لا قولي مئات 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 لبرا وقداش عندك من واحد مازال ما دخلش الحبس اي مازال خايف على روحه يحوس ورسلسي وشريكته واقف ما يخرجش من داره دونك اون فات اكثر من هكا برشا سي فري كو 1% بوتيت 2% اما بالنسبه ليا مواطن واحد برك واحد برك يتشد على حكايه هكا سي مواطن زايد اكثر من المفروض واحد سي بوكو دونك أمون أفي كما قالت الأستاذة كما قالت هذا ما يتحل إلا إذا كان الناس الكل المعنية تتحط في حل وكل واحد منهم لازم يلقى لازم كي تقترح حاجة تقترح اللي كل واحد فيهم يلقى راحته يلقى حله وقتها تشوف الناس الكل تقول
حلك فما بروبوزيسيون من نوعي هذا نجم نعملوها. سلام نمشيو سي عصام، انت مازلت في 411 خاطر باش نمشي توا المنظومه البنكيه. اي في صلب المنظومه البنكيه برك. باهي ما خلينا نمشي سي عصام برك بعد نرجع لك انت منظومه خاطر باش نحكي منظومه بنكيه. اي سي عصام انتم توا تخدموا في اللجنه الماليه عندكم الاقصاء المالي ومشروع هذا ولا قانون ولا شنو هو؟ فسر لنا شنو الاقصاء المالي ساعه. عندي الحق نعاقب في دقيقه. تعاقب في سيدي مثال. عندك الحق في البرلمان ما عندكش حق تعاقب هنا تعاقب. حتى في البرلمان لا في البرلمان ما عندكش حق هنا عندك. احنا في سي نزار وافقني وقت نحب العقب العقب. باه عاقبوا سيدي. الكلام اللي قلته انا واللي كلمة اضاف عليه سي عدنان عندنا اربع اطراف اللي هما متعلق بهم الشيك 400 كما نلقاوش حل اللي هو يرضي اربع اطراف. ما نجموش نوصلوا للحل. والله انا اكثر منك انا هما زوز اطراف ولا هو اربعه؟ انا اعطيني زوز انا اعطيني راضي زوز الاربعه انا امونا في الاربع اطراف يلزم حل وتوافق بيناتهم. الاسوء حل اللي هو السيد المرمي في السجن هكا اسوء حل واضح وما عمره باش يكون حل. باهي الحاجه كي نجوا احنا ناخذوا حتى باختصار خي الوضع الاقتصادي بتاع البلاد توا الوضع الاقتصادي خلينا نحكيو ايكونوميك مون شوي. اش معناها انت توقف لي كي الشيك الضمان خلينا نحكيو صحيح شك تحكي انت في البراتيك تحكي في البراتيك في البراتيك تو انا انا كوميرسون سي عدنان فورنيسير نتعامل معانا مع بعضنا ديزون 3 ولا 4 يعني سي عدنان تربطني ثقه بيني انا وياه ما نمشيش للجانب القانوني اللي هو الشاك قال والات دفع حيني واللي احنا جرت العاده خلينا هكا الكل ونتعامل مع الشاك بالضبط. معناتها تتفاهم انت وعدنان اللي هذا مهم ياسر الكلمه هذه. الضمان هو كلمه ضمان تعجبني سي عصام قول انه قبلت عليه خلاص مؤجل سي عدنان. سي عدنان الموضوع مهم ياسر معناها انت وسي عدنان تنجموا تلقاو حل بيناتكم فك الشيك هذاك جيست بعيد عن القانون. انا عطيتك انا تاجر عندي مؤسسه تجاريه سي عدنان فورنيسير وزو ونتعاملوا مع بعض كنت ديان موك شاك جو نجي نقول سي عدنان بربي انا عندي سلعه راني نشتريها نهار الجمعه وانا الشيك بربي مش نعطيك نهار الجمعه العشيه بويسك انا مش باش نبيع سلعتي نهار الاثنين هو دات في نهار الجمعه بويسك احنا عندنا ثقه بينا اذا كان ونتعامل ياك حليت مشكله هاني خاطر انا وقت العام مؤسسه تجاريه راني في جرتي عائلات قاعد نخدم فيه وبيناتنا ثقه معناها انت لهنا كما الشيك كما في 411 اللي جانا احنا توا والشيك الضمان فيه عقوبه معناها انت سيء معناها حتى اللي كان يتنفس ويدور في دولابه بالشيك وافيك كونفيونس قصة عليه كل شيء سيء قصيت عليه كل شيء او بليس كو سا معناها باش توقف الدوره خلينا نمشي للبنكيج بال 411 اللي موجود على الطاوله توا انا كجيت بنكيج تعرف شكون نعطي الشيك مدام اللي هي موظف في الدوله عندي فيها كونفيونس موظف في الدوله وتعرف شريتها منظمه نعطيك كارنت شيك سي عدنان كليون سولفابل اللي دور معايا مليح نعطيك كارنت شيك سي زميلي سي نزار الصديق عنده شركه مره فوق ومره لوت لا سي نزار انا بالقانون راني ماشي نعطيك شيك اقف غاد ما عادش علاش احنا قلنا علاش قلنا بالطريقه هذه علاش قلنا انا اللي تمنيت وال 411 وقت الخذاء وقت جيب لنا مشروع اللي يرتقي الى جميع الاطراف باهي هذا اللي نحبوه احنا ها. قدم لي تو على المنظومه البنكيه خاطر تو خاطر الساعه الاولى ديما في وين فما وين المشكل قدم لي تو المنظومه البنكيه والاقصاء المالي شنو؟ المنظومه البنكيه توف البوليميك زاد سيرة بارش على المنظومه البنكيه ايه. بربي لهنا خلينا نحكي اون توكي ايكونوميست مانيش نعود من بالطبيعه انت تو نحكيو تقنيا تقنيا ايوه مش نحكيو نايب شعب احنا سياسه السياسه العامه بتاع توجه الدوله وين؟ التعويل على الذات هذا التوجه العام صحيح ما نمشيوش للمؤسسات التمويل الخارجي ايه. هذا الشعار رفعناه واحنا كنا انجاجي في المشروع هذا كيفاش باش نمولوا احنا ميزانيه البلاد هنا لك كيستيو كي سوبوز السؤال المطروح البنوك عندها معاملات سيئه سوا ديزون عندها معناها دي تعريف اداءات مجحفة على الشيكات وعلى غيرك عندها معاملات اللي هي ما تراعيش الوضع الاقتصادي اللي مر به على حسب الفائده تحكي يا سيدي فيها العيوب السبعه الكل انا ايكونوميست كي نحلل توا ونغزر لبلادي كما قلت لهم في اللجنه الماليه قلت لهم احنا عندنا دو درابو عندنا درابو تونس وعندنا قانون احنا اللي هو القانون الاساسي الميزانيه نغزروا له الاحمر عندنا زوج حاجات حمر شنو ما عندنا وضع اقتصادي بتاع بلادنا ولاد تعز علينا الناس الكل واحنا كنا اونجاجي فيه واختار لما الشعبويه هذه انا كي نغزر اللي كون السياسه اللي صرنا احنا ما نمشوش صندوق النقد الدولي ونعاونوا على مواردنا الذاتيه وانت الدوله عاجزه باش تكمل ميزانيتك شنو السورس اللي عندك انت وقت عندك المال للبنك هذه دو دو نعرفوا اللي كون البنوك قاعده تدفع في فريب تيكا 45% للدوله معناها الدوله قاعده مستفيده منه رغم قلت العيوب اللي تنطرحها الناس الكل وهنا راني مانيش ندافع على حتى مؤسسه بنكيه كي نرجعوا استوريك مول تالي شوي اي وين تمس السكتير بنكير راهي فما كريز ايكونوميك اقراوا التاريخ الكل وين تمس السكتير بنكير في العالم انت في العالم من لي زاني 1973 حتى 2007 2008
ترابلك سكتير بونكير رايك فما كريز يأثر على الاقتصاد تاع البلاد. شنو الحل هنا؟ علاش الحل نتاع المؤسسات البنكيه في التاريخ هذه صحيح معاملاتها خايبه ونسيدي سويت وكل واحد كيفاش يحكي وكل واحد هي مؤسسه ماليه انا يعني اللي نحاسب المؤسسات البنكيه العموميه ما انا ما يلزمش ضربينها المؤسسات البنكيه العموميه وقتها والله انا ندخل معك شريك اما مؤسسه خاصه بنكيه والله انا ما قلت لك شي خذ من عندي قرض مش تاخذ من عندي قرض وبعد جيت تسبني قلت لك شي خذ من عندي قرض انا وقتاش نحط انجاجمون وقتها مش لقدر الله باش نجوز التاول كذا المؤسسه بنكيه عموميه انا عندي فيها الحق اما مؤسسه بنكيه عملها سينيزار هو عندي باش تاخذ كريدي طبق ثاني حاجه مؤسسه بنكيه طبق في القانون في الاخر لهنا اللي يهزنا الموضوع شنو نطرحوا علاش انا قلت حتى في جلسات الاستماع بربي خنفهم الناتير دو مارشي اللي قاعدين يعيشوا فيه في تونس بربي خنفهم طبيعه السوق اللي قاعدين يعيشوا فيها احنا في تونس اسكو احنا مارشي بتاع تونس راني ما فهمتوش حتى كي نحل المارشي في تونس شنو ما لقيتش اسكو الدوله تتدخل ما تتدخلش اسكو مارشي ليبر اسكو راس مالي ما فهمتوش انا المارشي الطول هنا سي ناشط والله لا شيوعي لا راس مالي ما فهمتوش لهنا ما فهمتوش اش معناها معناها انت تلوم على البنوك معناها كي تمشي انت في المارشي يا دوله ادخل في البنوك باركوتر هو السيد مو انفستيسور وحده حال وحده تخلفهم احنا دور ناتير دو مارشي ونبديو نبنيو بشوي بشوي تيزينا احنا ما كل لغه الشعبويه واللغه كذا انسيدي سويت ما اعيبه على البنوك ما اعيبه على البنوك انه سينيزار والا ان والا اي شاب متخرج من مؤسسه جامعيه عنده فكره مشروع يتجاهل اي بنك باش يبعث مشروعه ماذا بيه من البنوك انا تقف معاه ما نحكيو على الانفستيسمون تاع الاستثمار سينيزار خريج جامعه تقرا الريسك ليتود عندها 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 ما نمشيش معاه في في في, في الشروط المجحفه اون توك كرياتير اون توك انتربرونور جديد مش نمشي انا خاطر خرجت خريج جامعه ما عنديش فلوس ما عنديش فلوس ثم البي تي اس ثم دي بروجي اللي ما تنجمش تمول بالبي تي اس ثم دي بروجي ما تنجمش تمول بالبي تي اس ما نحكيو لا فيريتي هذا وقعنا نحكيوه كي نمشي المؤسسه بنكيه بربي اقف معايا بربي اذا كان عملت روتار دو بيمون الشهر هذا يا سيد شيف داجونس اقف معاي تعرف وضعيتي وقاعد تخزر الشركه نتاعي اللي هي مقابلتك اقف معاي هذا الحقيقه انا ما لقيتوش في البنوك وهذا قلته حتى في جلسه الاستماع في لجنه الماليه دونك كمنظومه كامله القطاع البنكي انت ضد ضرب القطاع البنكي ولكن تطلب القطاع البنكي باش يعاون الشاب ولا المستثمر باش اخر حل اذا كانت الدوله بالحق والشعب واحنا تابعين الكل خلينا نشوفوا دوله الالتيرناتيف دو فينانسمون سنيني والاقتصاد المالي ما حكيتش عليه هافكتيف ما هاوش نمشيو على الاقتصاد المالي يعني. باش نتعدي عند كلمه سينيزار خاطر الساعه عادي كلمه سينيزار نحكيو بها تو اعطينا منظومه بنكيه اعطاك منظومه بنكيه وباش نعطيك بعض الارقام برك انت ضد ولا معاه في الفكره نتاعو خليني نكلمك حاجه نحن ما ثم حتى واحد معناها المنظومه البنكيه ما نحبوهاش تنهار في تونس هي قطاع مهم ومهم جدا ومن اهم القطاعات ماذا بينا نحافظوا عليه دونك توافق سي عصام موافق سي عصام معاه في هذا يا اخي نحبوا احنا القطاع البنكي ينهار معناها في تونس ما يحب حتى واحد بالعكس معناها واحد ولكن نعطيك معناها سنة 2022 معناها البنك المركزي وش يقول؟ يقول 600 ألف شيك دون رصيد ما يعادل 0.4 عدد يبدو أنه تافه هذا عدد الشيكات اللي راجعة عدد 0.4 عدد تافه يبدو معناها ولكن 600 ألف شيك هذوما لكن نقسموهم على معناها 50 شيك كل مواطن كل مواطن مرجع 50 شيك قديش نلقوه؟ نلقوا 12 ألف مواطن إذا كان معناها نحسبوا 50 شيك لكل مواطن راجع باش نلقوا 50,000 مواطن معناها باش نلقوا 12,000 مواطن 50,000 مواطن لا لا 12,000 مواطن 12,000 مواطن 12,000 إنسان معناها و 12,000 عائلة و 12,000 مؤسسة هذوما الراجعين قديش دخلت البنوك 600,000 هذوما في 100,000 البريافي برك اللي هما 60 مليار ما عندناش مشكلة احنا أن البنوك تدخل فلوس اما يا خويا مانيش معاك اذا كان انت حسب رايك هي البنك واقفه على 60 مليار هذه اللي دخلت لا ماهيش واقفه على 60 مليار لا معناتها لا اما سمح بالدخل لا خلينا نمشي معاك هي باش تزيدها اي لا خلي يفسر لي ماك دخل في فلوس ودخلت فلوس في ظروف معينه راه رد بالك راهي بريود الكورونا راهي محال الناس مسكره والبنك محموله والشيكات داخله هي دخل في الفلوس حتى المجلس المنافسه زاد ضربها ب 142 مليار 142 مليار ما هيش معناها حتى شيء بارابور اللي دخلت سامحني وفي بالك لو سيعدين هذه تمشي راهو للدوله مش راهو للمستفيد وي للدوله تاخذها مش مستفيد لا للدوله عاونت بها الدوله لا سامحني بنا صيف لا هذيك المشكله وين لا سامحني عاونت الدوله الحكم عاونت الدوله الدوله 140 مليار اللي حكمته سامحني 140 مليار مش المستفيد مش للدوله
ما مشاش المستفيد عاود بها الدوله في الظروف. المستفيد ضر في الكورونا، المستفيد ما خدا شيء، اما الدوله حتى هي ما الدوله. القانون فرض على البنوك انهم يطيحوا من الاداءات نتاعهم اللي ياخذوا فوائد. طيب شو معناها؟ معناها فما فلوس للمستفيد ما عطتهم لهمش. لا هذه فلسفه روح القانون الترنسي. جات المحكمة قالت عندكم الحق، عطات فلوس العباد، دونك نورمال ما تمشي تعطي فلوس العباد. لا خذني الدولة احنا ما عطيناش فلوس العباد. نسكروا القوس، نسكروا القوس. 2024 عمسنا ثلاثة شهور الأول رجعت 90,000 شيك دون رصيد في الثلاثية الأولى لسنة 2020 بقيمة 730 مليار، معناها 1000 شيك بدون رصيد كل يوم راهو يرجع يوميا. معناها اللي يهمني في هذا كل، لكان جت البنوك تعطي في قروض العباد، لكان جت تسهل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. أول حاجة العباد ما تلزش باش تخدم بالكم الهائل نتاع الشيكات هذي. اثنين يا خويا ما تدخلش معايا في الربح تخرج من الخسارة، سامحني هنا نقول لك ما تدخلش معايا في الربح تخرج معايا من الخسارة. راهو عندك حتى خطوط التمويل اللي قاعدة تجينا والقاعدة تجي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ماهيش قاعدة تتمتع به. اللي هنا دور الدولة واللي هنا القانون العباد الكلاسية هذيك، إذا كان أنت جايب فلوس لهم هم ما تنجمش تعطيها لهم، الفلوس هذيك وين هي بالضبط؟ وين قاعدة تمشي بالضبط؟ واضح. باهي. مدام رقاي. تو المنظومة البنكية خرجنا على الشكل البنكية. المنظومة البنكية. ما هي راهو فما كل شيء نجم يدخل مربوط بعضه ولا محل. احنا تو لازم نعرفوا اللي تونس سي اون ايكونومي دانديتمون. هذه حاجة مفروض منها، معناتها احنا ما نجموا نمولوا الاقتصاد نتاعنا كان اللجوء إلى البنوك. على خاطر حتى ال السوق المالية ولا اللي مارشي الترناتيف الكل ما مشيناش فيهم ياسر ديفيرونت ريزون ما دخلوش فيها خاطر نوعية الشركات معناتها احنا سي اون ايكونومي دونتيتمون ومعاك اللي احنا ما نجموش نضربوا البنوك. بالعكس البنوك هي بيسكو ايكونومي دونتيمون قايمة كما قال سي سام معناها ما نجموش نضربوا، لا ما نجموش، مش معقول. ولازم تعرفوا حاجة هذا مش هذا الهدف. وهي البنوك هي عندها زوز حاجتين، معناتها فما البنك المركزي قوانين البنك المركزي وفما سكون ابل لي ديريكتيف انترناسيونال اللي هما بتاع لي زاكور دو بال، معناتها معروف اللي ما تنجمش اي بنكه تخدم غير ما تتبع هذوما التوصيات سون لي ديريكتيف نتاع بال، مش معناتها ان تيرم دو ريسك ان تيرم دو كريونس دوتوز ان تيرم دو هذا الكل ما تنجمش، معناتها عندها قوانين تضبطها. وهي مهما يكون راهي مؤسسه ربحيه، مؤسسة ربحية ما تمنجمش أنا نجبرها باش تمول الاقتصاد وباش ما دا كيف كيف عندها هي مختلفة على البي تي اس. البي تي اس سي ان كاباتيكولي مي الاخرين فما لو كوتي لي بنك سوسيال فما لي بنك بريفي. لي بنك لازم تربح لي بريفي سامحني مادام راهو تربح بالمعقول مش بالمش معقول. تو نمشي باش ناخذ قرض تطلب عليا قرض 500 مليون باش تعطيني 20 ولا 30 مليون. عندها مخاطر وعندها فما شوية منطق. يندرى البنك قاعد تخالف القانون، قاعدة تسرق في الفلوس. لا لا سمح القانون، هي قاعدة تطبق في القانون ولا لا؟ نحب نسألك أنا الكلام اللي تحكي فيه البنك روى أنا تسكتني بحاجة واحدة روى كي تقول لي رأيني هذاك القانون الموجود. هي هذا شحكي لك ما عنديش نزيد معك هذاك علاش نحبوا نقحوا القانون أكثر شفافية المجال التجاري خاطر مشكل في القانون. يا سي نزار أكثر شفافية موجودة في المؤسسة أكثر شفافية حساباتها بالملي هكا ولا دوك مش قاعده تخالف القانون قاعده تطبق في القانون اللي انت كمشارع قاعد مديته له. لا سي نشأت حتى سمح لي مثال شنو ديما محلول مثال شي ديما محلول البنوك الكل وفما بنك مركزي تبع شكون؟ بنك مركزي تبع الدوله تبع الدوله معناها البنوك كلها وفما دو كود تبع الحلقه سكسيفمون ترجع للدوله قوانين البنك معناها حتى لو كان سوا ديزون البنوك تعرف حتى سوادي زول البنوك عندها معاملات وعندها 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 معاملات مش سوادي زول هي عندها معاملات مجحفة حبينا ولا كرهنا في الأخير ما هو احنا خلنا نمشيو المارشي ليبر شكون اللي حدد السعر لوفر لا دوموند انت سي نزار جيت تاخذ كريدي مليار ولا 100 مليون ولا ب 5 ملايين انت كمؤسسة بنكية صحيح مش تتعامل معاها لكن عندك بنك سنترال اللي هو يتابعك والبنك سنترال تابع الدولة احنا اللي طلبوه بالحق وعلاش محمل 411 او غير 411 خلها الدولة تتدخل ما تسالش خلى الدولة تتدخل في نطاق المعقول. الدولة وقت تتدخل في نطاق المعقول أي إنسان يرى روحه في صورة الدولة هذا اللي نحبوه. أما أنه باش نحكيه على البنوك ولا وما عرفتي في الأخير في الأخير في هذا الكون يا أخوي ما قالك حد يجي خذ من عندك قرض واضح لكن تمشي البنكاجي شكون قالك يجي خذ من عندك قرض يا سيدي ما تخوش من عندي قرض ما نحبش نعطيك كان نكمل نحكي ولا فيلتي من حتى علاش يعني خلينا نخرج من الشعبوية قلت لك لا أنا قلت لك نخرج من الشعبوية أنا في كونتر انه نمشيو في الشعبويه عند مؤسسه الدوله
نحترم مؤسسة الدولة وعلى الدولة وقت نحبوها نلقوا البصمة بتاعها موجودة ومحطوطة يدها في القطاع وقت نلقاها ما لقيناهاش كمشرعين رانا نسعى باش نخلوا بصمة الدولة في في أي قطاع. مدام القاي كم سمحنا قصينا عليك ميسيرج فما البنوك كما قلت لك عندها قوانينها وعندها هي الجوفرنانس نتاعها وامورها واضحه وعندك الدوله كيف كيف اللي لازم هي احنا نحبوا احنا تو احنا 20000 بي ام في تونس 20000 بي ام نفتح قوس منهم 10% سون ديريجي بار دي فام اي تحيه للنساء لا كيستيون جونغ سو بوز معناتها ومنهم اكثر 50% نساء اقل من 48 سنه دونك حاجه مهمه باه تو كيفاش باش نمولوهم هنا باش نمولو هالبي ام او في ساعه كرياسيون دي بي ام دابور والتمويل نتاعها نتاع الاكتيفيتي نتاعها دونك مو لازمنا البنوك لازم بنوك ومع البنوك بون مش لازم بنوك برك راه التمويل ما يكونش فما تمويل ذاتي بيان سور لا لا فما تمويلات اخرى يا معناتها فما تكوين الكابيتال نتاعها دونك فما تمويل ذاتي وفما شويه بنوك وفما زاد الدوله لازمها تكون موجوده باش لي ليني دو كريدي بور لي زونكوراجمون لانفستيسمون دونك معناتها البنكه وي مي معاها زاد كيف كيف خطوط تمويل اخرى وفما فما بنوك سبيسياليزي في السوسيال وفما دوتر معناتها سوليسيون التيرناتيف ما قلت لي انت نمشي بعد لي سوليسيون معناتها للتمويل للتمويل اخطا التمويل البنكي وحنا قلنا لو انا مختصر الحديث دونك البنك لازم تكون موجوده لازم تكون موجوده بوتيت القوانين ولا البنك سنترال ولا لازمها تبدل في حاجات معينه ولا في قوانين ذاك قلت لك مش بنك سنترال بركه قلت لك عندك بنك سنترال وعندك دي ديريكتيف انترناسيونال راهو بنك تاو تونسي ما ينجمش مش ماهوش ان في با اون تخسير انا في في عنده معاملات مع بنوك هذا شنو تو شنو في الاموال في في الريسك في كل شيء دونك عندها قوانين دوليه لازم سي عدن المنظومة بركية بربي خانت فيها مش نية بنك لوش تصلح البنك مش نية بنك لوش بنك ندخل ناخذ فلوس ونحط فيها فلوسي هذاك شو هذا اسو عند التونسي ندخل نتصب فيها فلوسي وبعد ناخذ لك حاجتي ولا ناخذ كريدي كان باش نفسروا للتونس بطريقة بسيطة باش الكل تفهم هاللوزينة الكبيرة اللي اسمها بنك شنو هي راهو كي تفرق هي حكاية فارغة انت تقول لي الناس يقولوا فلوس البنك البنك ما عندهاش فلوس فلوس نحن فلوس انت ولا انتريت نتاعك ولا الشهريه نتاعك في الكونت نتاعك انت الفلوس هذوك الكل ماهوش فلوس البنك فلوسك انت تقول لي علاش تربح في الفلوس باش اذا كان المدام تخلص الكريدي نتاعها وانت تجي باش تجبد فلوسك هي ربحت وكوفريتها تلقى تاخذ فلوسك تمشي دونك سي سكون ابيل دي ريغل برودونسيال لازمها تربح برشا فلوس باش تغطي وتغطي الريسك تقول البنك مش تربح في كل شيء البنك كي تعطي كريدي ويوخر عليها وتعمل له ايشيانسي وفينانسمون كيستيتيغا هذاك نورمالمون كانت الفلوس باش تدخل في وقتها باش انت كي تجبد بالكارد كريدي نتاعك تلقى دونك لازم تخبي وتغطي انت كي تشوف لي بينيفيس نتاعك شوف قداش لو تو دو كوفرتي دو بروفيت ربي سامحني الريسك برك وضحوا لي يا اخي هي تعطي قروض تاخذ في ضمانات وتاخذ في ضمانات اكثر من حجم اللي تعطي فيه برشا فسر لي ابار الموظف اللي تعطيه في قروض واحد معناه العباد الاخرى وقت اي مواطن عنده شركه خاصه وسامحني يا قصيت عليك لا بالعكس اي مواطن عنده مؤسسه خاصه ولو اني مادام راني حبيت نرجع لكلمه التمويل الذاتي الحقيقه والله كرهتها انسان مازال كيتخرج من الجامعه يحب يعمل بروجي ولا ماهوش متخرج منين باش تجي الفلوس باش يعمل تمويل ذاتي سامحني اي بنك قال لك سامحني اي فرانك بنك ما عندهاش فلوس انت خرجت من الجامعه تعطيك فلوس منين ما مش فلوس هذا البنك هو توقني يفسر لك قال لك بنك ما عنديش فلوس انت اذا كان انت خارج معناها نجي ناخذ فلوس تاع سي عدنان نعطيهم لك الكنت بتاع المشروع وبعد سي عدنان ياخذ فلوس من القهوه من الكونت نتاعك فهمت شنو تقصد معناها حبيت نفهم الريسك برك انا هذا اي لا انا شو تعطي فلوس ما يتاخذ ما يتاخذ امشي كمل لك الريزونمون نتاعو وبعد تنجم تدخل بنك مش في بالك انت كي خذيت هي سوبوزون كان خذيت خاطر ما تاخذش كوفرتور كامله كنت كي تبدا ايموبيليي وتاخذ ريسك سيدي خذيت خذيت دار وعقار واللي تحب انت انت مش بالك انت كي ما تخلصهاش اليوم هي غدوه باش تاخذ العقار وتبيعه تبقى قداش بروسيدور ومحكمه ودنيا هذاك علاش الفرق تو بعد نحكيو على البنوك الاسلاميه خدمت فيهم اللي هما حاجه اخرى جمله اللي هو ذاك ربا بالحق داكوردو ها تنقول لك ريت هذوما ما بين الوقت اللي تعدي كونتونسيو وانت تعترض وتش فما قضايا البنوك توا 10 و20 سنه وما وصلوش ينفذوا انت اونتر تون كي تمشي تجبد من الكونت تقول لك لا راهو سي عمار خذاهم ما خلصهم ليش يفوت تو سيريو راهو الوغ شوف خاطر مش فلوس هي خلينا نخلط خلينا نخلط من عندك نكمل هذا ما يعنيش اللي موافق على كل تعفي البنك فهمت فهم هذا ساعه البنك شنو هي تو
نمشيو للاصل. البنكه هي المفروض طب باش نخسر لك الحاجات اللي ما يعجبونيش في البنكه وانا بنكيجي كنت. انه نورمالمون سي بريتاتي دو سيرفيس كي نعطيك باش تجير لو كونت نتاعي تحط تلقى اللي بالسياسه 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 البنكه كما في امريكا كما في العالم ماناش استثناء احنا انه ماذا بها تشد الكل باش تاخذ دي كوميسيون منا منا خاطر تصرف وتصرف وتصرف وتغطي. اش معناها؟ يعني تو انت تخلي فري تونيو كونت ولا على اساس انك تخبي لي في فليسات وتصرف لي. اذا كان خليتي فري تونيو كونت تزيد كمل لي فري دو شيك فري دونكيسمون جور دو فالور كذا كذا هذا نجم نحكيو فيه هذه نجم تحكي فيه نجم تحكي فيه اما مش غوميز ان كوز دو سيستيم. هذه حاجه. اثنين المشكله اللي عندنا شنو؟ سي تمويل الاقتصاد. علاش البنوك اليوم ما عادش يمولوا ولا ما عادش ينجموا يمولوا الاقتصاد؟ رايي الشخصي توا ومن بعد نقول لك علاش. على خاطر صارت منظومه في العالم يا تري لونتون انه مشينا دير سكون ابل لونيفرساليزاسيون دي سيرفيس. اش معناها؟ ولات فما عندنا البنوك تعمل كل شيء. قبل كانوا فما بنك ريتيل وحده، بنك دانفستيسمون وحده، بنك دو ديبارن وحده، كانوا دي سبيسياليتي دو ميتي. لي ريجل نتاع البنك سنترال اللي كانت تحب تحل مشروع كانوا مختصين. هذا لازم كابيتاليزاسيون في الاستثمار فما بنك الاستثمار واحد بنك نتاع شهريه شهر واحد بنك ريتيل كابيتاليزاسيون كذا كذا ولي ريجل ماهوش كيف كيف. احنا مشينا كيما خرجت الحكايه من امريكا بيان سور سي ليبر كابيتاليزاسيون خاطر الناس يحبوا يغزوا على كل شيء. هات كل شيء عندي ولات بنكه واحده تقول لك كل شيء عندها بقول لك استثمار حاد لي ريجل بريدونسيال لي ريجل دانفستيسمون ماشي كيف كيف ولا قريب يولي اورديناتور تحط بك دي في فرنسا وصلوا توا بك دي سكورينغ معناها مع الكريدي اورديناتور يقرر دي راسيو. نتفكر قبل لي بانك دانفستيسمون سيتي بيرسونيل المشروع فيه الشخص فيه الريسك نتاعو. تلقى نتفكر دون لو طون البدايه كانوا فيها مهندسين تلقى مهندسين قطاعيين خارجين من لينيت الاخر خارج من البي تي بي الاخر خارج من الاجريكولتور خاطر مش بنكيجي معناها يخدم بنكيجي اما في وسط البنك تلقى مهندس خاطر يفهم انجينير القطاع نتاعو يقعد ويحكيو مع المستثمر ساعات كل شيء باهي ويقول لك لا انت ما نعطيكش تم عليك اللي ما ركبتش تو با تري سيريو اي كمل في ساعه كمل دونك هذا مشكلتنا انه صرنا توا دونك انت مع التقسيم مره اخرى مع تنعطيك في الحلول عندنا وصلنا اون ليميت دو سيستيم مش راهو في تونس برك راهو جو بونس كون دون الموند انتي وفما عركه كبيره اسكو غارد لونيفرساليزم ولا لا. دونك هذه مشكله سي القطيعه ما بين لاناليز دو ريسك بريمير سيتادير سور لو بروجي اي لاناليز دو ريسك داكومبانيمون سور لو ريتيل اللي هو حاجه اخرى. باهي الاستاذ قال حاجه كبيره ياسر احنا في تونس اون غاتي التورنون يا 20 سنه التالي انه سور لي فينونسمون التيرناتيف. نفكركم انه كانت وصلنا في تونس كانت قبل 2009 حاجه هناك انه وصلنا انه برشا ناس يدينوا ما عادش في البنوك خاطر ارخص يمشي يعمل قطاع يخرج اوبليغاسيون لي ليزينغ ولاو يعملوا في سيستم اوبليغاتير. فما شركات كبار تونيسير برشا شركات مشاو للمارشي فينونسي يعملوا اوبليغاسيون التوانسه يتسلف من عند ليبارنيون ديريكتومون على خاطر القائد لي تو خير خاطر السيناتور نتاعو خير. احنا اون غاتي سيت التيرناتيف وهذه زاد عيب على البنوك انه يحاولوا انه يسترجعوا الاموال هذوما. يساعد الدوله بيان سور خاطر كي الاموال تمشي غادي تمشي تاخذهم بالسيف كما قال لك غادي. وانا مش موافقك شويه سي عصام انه انا ما نفرقش ما بين دوله عموميه او دوله خاصه سي لو كابيتال شو دوله بنك عموميه هذا دوله خاصه ودوله عموميه ما فماش ما بين لابسوس تخي ريفيلاتور ما بين بنك عموميه بنك ما تفرقش بيناتهم. علاش؟ خاطر اذا كان والغلطه الكبيره تنقول لك المقترح نتاعي انه اذا كان يولي الشريك في البنك يوظف البنك الروح او لافارياتو او حاجات غادي وين فزت وفزت في تونس برشا من النوع هذا. برشا ناس يقول لك نمشي غادي خاطر هذاك فلان البنك ما تعطينيش على خاطر تعطي المؤسسه العموميه نتاعها وانا كونكورون نتاعها. سا سي تري موفي وهذاك زاد من الحاجات اللي خلينا عندنا مشكله اليوم في تونس سيستم بانكير. دونك البنوك حاجه مهمه ياسر ما تنجمش تحاول بطريقه اخرى انك تضربهم خاطر تضرب المنظومه البنكيه او سوء فهمهم للبنك عندها الفلوس وعندها فلوس خالت ياسر ريت البيانة والاس تي بي ماهوش فلوس فلوس الحرفاء نتاعها راهو مش فلوس الدولة دي مش حتى فلوس الكابيتال جملة فلوس الناس جي معناها كان نهار نجي نحط فلوسي عندك ما عادش عندي ثقة فيك تبدل بنك أخرى راهو نز فلوسي نمشي تقعد بلا فلوس تقعد يجري باش خلص عبي. دونك شوف البنكة حاجة مهمة ياسر ياسر أو المنظومة التمويل مهمة ياسر في الاقتصاد خاطر بلاش بها هي ما تنجم تعمل حتى كل نهار. لكن في نفس الوقت لازمنا نعدلوا برشا حاجات في المنظومه باش نرجعوا ليفيكاسيتي دو سيستيم مش لو سيستيم اون ا بيردو دو ليفيكاسيتي بيس عادين نحب شوف. صاحبي العطار كي يمشي يلقى التمويل ويلقى في حدود معناه الريسك نتاعو ما حيتوش
باهي اسمع انت سي عياد سي عياد وسي لازم حي سي عياد سي عصام نخليو البنك البريدي في الحلول تعتبروا حل ولا تعتبروا حل تعتبروا حل باهي ما نمشيو مباشره لوينو الحل